مبدئيا خلينا نعمل أرضية مشتركة. احنا جميعا إذا كنا في لجنة الإعلام واحنا في معظمنا صحفيين وإعلاميين، أو كنا في نقابة الصحفيين، أو كنا إعلاميين في نقابتهم الجديدة اللي لسه بتتكون، بكل تأكيد احنا همنا هم واحد، إن احنا عايزين نطور هذه المهنة وعايزين نحمي هذه المهنة وعايزين يعني نشيل الغبار اللي اترمى عليها بقالها فترة طويلة كده، وحسينا إنها ليست يعني لا تقوم بالدور المنوط بها اللي هو توجيه يعني وتنوير المجتمع والحيادية في غيره. لكن احنا لقينا ان للاسف الشديد ان الاعلام في حاله تخبط وحاله فوضى وحاله من التردي الشديد جدا، واصبح كل من ليس له مهنه بيشتغل صحفي، وكل من ليس له مهنه بيشتغل اعلامي، وما تعرفش مرجعيتهم الفكريه ايه، وكل من اللي عنده شويه فلوس عمل له قناه، وكل اللي عنده شويه فلوس في حد من اللي عاملين قنوات عنده 23 قناه وجريدة. بسم الله ما شاء يعني الله. مين يقول ان بني ادم يقدر يمتلك كل هذه مؤسسة إعلامية، المؤسسة الرهيبة، ومين وهيوجه المجتمع ازاي؟ يعني ايه الفكر اللي من خلاله يوجهه وينشره؟ وده يعني مش هنقول من اين له هذا من ناحية الفلوس ولا غيره، ولكن يهمني الرسالة اللي هيرسلها للناس. يعني حضرتك مش مانعة حتى لو كانت فكرة الاستثمار في مجال الإعلام من حيث المبدأ مقبولة، لكن فكرة المضمون في القنوات دي هنا الاستثمار برضو لازم ينضبط، ما تبقاش المسألة مفتوحة، واحد يمتلك يعني الاحتكار. بس الشخص ما ده يبقاش مصري، فيه مصري عنده 23 مصري قناة ومعروف كويس، او بغض بسم الله. النظر عن مسماه. لكن عايز اقول لحضرتك هنا انا تحت وطأة ان في حد ماسكني، ماسك عقل شعبي، ماسك عقل المجتمع، بيعمل فيه وبيرسم فيه الملامح اللي هو عايز يرسمها والتوجهات اللي هو عايز يعملها. تمام. وبالتالي لا يجوز مطلقا ان انا اسيبها بهذا الشكل، ولا يجوز ايضا مطلقا ان انا ايدها تماما، لا 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 شك. تمام. وبالتالي الحرص مننا، الحرص من النقابة، من الجماعة الإعلامية، من الجماعة الصحفية على هذه المهنة الهامة جدا التي تمس بأمن الوطن. طيب. وتمس التقاليد والعادات والدين وغيره وعقل والتوجه بتاعنا. طيب. عشان الأستاذ كريم بس يشاركنا الحديث المبدئي، أنا لسه ما دخلتش على الموضوع. ما هنيجي عندي المقدمة. احنا لسه قدامنا إن شاء الله وقت كبير، بس حضرتك من حيث المبدأ شايف أن القانون مهم، لكن برضو تتحفظ على فكرة تكبيل الصحافة أو تقييد العمل الصحفي. مش في القانون، لأن احنا لسه واخدين حتة صغيرة.